نصيحتي عن حفظ الكلمات وكتابة الكلمات، اكتبوا على المكان الذي دائما ترون، كالباب أو مرآة أو دولاب أو الذي تريدون أي مكان. عندما تتحدث بالتركي لا تترجم ببالك، فكر باللغة التركية وتحدث. اسألوا دائما وكونوا فضوليين. ابدأ من مكانك المعتاد، سيكون الأمر أسهل. لا تخشى الخطأ، فهذا طبع اللغة الجديدة. ناقشوا مع أصدقائكم الأتراك المواضيع الإشكالية، دافعوا عن آرائكم باللغة التركية. التكرار مفيد بقدر ما هو ممل. استمعوا أغاني تركية وغنوا مع مغني. بما أنك تحفظ فعليك بالجمل والقوالب وليس الكلمات.